عندما تتكرر تتنور، ثم تتكرر يتكرر منك ليه؟ وإن كان لم تفهم شيء في الظاهر، احضر امتثال الأمر نقصان عظيم، وممكن تسميه ضياع وقت نقصان عظيم هذا. أوه، جلسة مدة ساعة وأنا أسمعها الحبيب 4 مرات 4 ساعات، احضرها حتى لو لم تفهم شيء في الظاهر، امتثال الأمر نقصان. المسألة مثل العبودية للحج ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى ما الذي يريد منا من طاعاتنا؟ لا تضره معاصينا ولا تنفعه طاعاتنا، لكن امتثالنا الأمر هو الذي له شأن عظيم عنده سبحانه وتعالى. قال الله صلي صلي في الوقت ذا في الوقت ذا، قم في الوقت هذا قم في الوقت هذا. ما الذي يعطيك؟ ما لك دخل في الذي يعطيك، أنت قم امتثل الأمر وخلاص، وشوف ماذا يعطيك الحق، يعطيك ما لا يخطر ببالك، لكن امتثل الأمر في ما هو مطلوب مننا، وخصوصا في بيوتنا وفي أولادنا وفي أهالينا، سواء كان من طلب العلم أو من الواجبات. الآن بيوتنا ما أخبارها في الصلوات أو في الأذكار أو في غيرها، تسمع مرات كثيرة الحجمر يقول في مثل هذه البلدة وغيرها من بلدان المسلمين، أنه يمر المار بعد بين المغرب والعشاء، أو يمر المار قبل الفجر بساعة، يمر بين تحت البيوت فيسمع الذكر لله تعالى. الآن هل واحد مننا يمر الآن بين المغرب والعشاء بين البيوت أو بآخر الليل يسمع شيء ذكر لله؟ نادر، والله أعلم، فضل الله واسع، لكن نادر. كان منتشر ما تمر تحت البيت لتسمع ذكر الله مرتفع الصوت إلى أن تسمعه أنت خارج البيت، والآن ما تسمع. يا ليتك ما تسمع شيء، لا بأس لا لك ولا عليك، لكن نسمع أشياء ثانية، تسمع صوت التلفاز وما فيه، نسأل الله العافية، أقل شيء أخبار وما الفائدة منها، وإلا مسلسلات وإلا 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 وإلا. تسمع يا ليت، ما تسمع لا خير ولا شر، الحمد لله، لكن ما في خير والشر موجود. وبعض يقول لا 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 ما هو شر، طيب وليت ضياع وقت، هذا عمر محسوب علينا. كم عمرك الآن؟ تمضي الليالي علينا ساعة بعد ساعة، والموت يأتي عن قريب، كل له منه نصيب، ما حد مخلد في هذه الحياة إلا هذا، يموت بسبب أو بغير سبب، بحادث أو كذا أو بمرض أو وهو نائم، والحوادث كثرت إلى غير ذلك. لكن ما يتفكر الإنسان بسبب أو بدون سبب، ولكن الأسباب هذه ابتلاء من الله وفتنة، فتنة تجعل الإنسان معاد يخاف من الحق سبحانه وتعالى كثير، ولا يتذكر كثير. لما يظهر كما يقولون العوام، إذا عرف السبب بطل العجب، لو لم تعرف السبب لكان خير كثير. والأولى للإنسان عندما تحصل حادثة أن لا يسأل عن السبب، لماذا؟ بس يستفيد من الحادثة هذه ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله، وهكذا الدنيا وهكذا وهكذا. ولكن إذا عرف السبب مصيبة كبيرة، إلا من أهل الثقة بالله تعالى، هذا ما يتأثرون لأنه يعرفون، لأنهم ما يقفون مع الأسباب، ما يقفون معها، يذكرونها ولا يلتفتون إليها. لكن إحنا لا، لو قيل لك ولد شاب توفي، ولد شباب توفي، لخاف الناس والشباب يخافون، ما ادري، وراجعين تبنى الى الله. لكن يقول لك لا، هذا كان في الشارع وجات سياره مرت عليه، هو مجنون ما فكر، الا هكذا الله يهديه، بس خلاص ولا عاد يفكر ولا شيء. كثير من الامور لما وهذه فتنه من الله. قبل مره كان يذكرون مثل كانكم الله مثل الذباب، يقولون يضربون المثل في الانسان اللي يريد منك شيء يصبر عليه، يقول مثل الذباب، تضربه من هنا يرجع إلى هنا، تضربه يرجع، يريد يحقق قدر الاستطاعة. وهكذا ينبغي الإنسان، شيء طيب هذا. يا هؤلاء اللي يكتشفون من دليل صدق ولا كذب، الله أعلم، لأي الفتنة. وهذه القضية تضعف في قلوب المسلمين، ليش الذباب تضربه ويرجع وتضربه ويرجع تضربه؟ قالوا إلا هذا الذباب عنده حاسية النسيان، بسرعة ينسى. شوف انت، انا لله وانا اليه راجعون، لو ما دري حتى الان يا ليتني ما قلت لكم بقى، والله مصيبه كبيره.
كنا معظمين وإن شاء الله وبنتوب وكل واحد لابد يا حبيب اصبر تطمق منها قال وراك يا نحن نريد 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 حتى مع الحج سبحانه وتعالى يا رب يا رب عطاك مرض يا رب يا رب صابر عليك ابتلاك بحادث يا رب ودحين بتقول ايش مصيبة كبيرة دحين لو لما عرفنا السبب حسن خلاص قال لا عنده حاسة ما أدري إيش ينسى بسرعة جمال المهم صدق ولا كذب المهم إنها فتنة للمسلمين وكثير من هذه الأمور أشياء لما تبحث عن سببها تفتتن بها والعياذ بالله لو ما تأثر فيك اسأل اسأل ولا مع هجناهم من آبائنا وأمهاتنا مات فلان الحمد لله الله طول العمر أشوف كيف ما حد يسأل عن أسباب أبدا أبدا لكن الآن بمجرد ما اللي مات أول كذب بعد سؤال إلا مضحك مات كيف مات كيف مات أشياء ترمي بس ترمي الكلام أي شيء يخطر بالك يرميه الواحد والجواب المشكلة الكبيرة فالحمد لله هذه المجالس إن شاء الله تنور قلوبنا وتزيد إيماننا إن شاء الله وسواء كلنا ذكرنا حضروا أو لم يحضروا فرعاياتهم موجود والحق سبحانه وتعالى أمثال هذه المجالس لما تقام من أجل سبحانه وتعالى هو الذي يفيض هو الذي يعطي هو الذي يلقي هو الذي يصفي هو الذي يشحن القلوب صفاء ونقاء ويقوي الإيمان فيها وهي نعمة كبيرة وما الذي يريد الإنسان في الحياة